مساء الخير لكل متابعينا عبر أثير راديو الرابعة. رح تسمعوها صوت وأكيد رح تشوفوها صوت وصورة على كل صفحاتنا على كل بلاتفورمز على السوشيال ميديا. النجم اللي اليوم رح نحكي معه ورح نقابله كنا من فترة مش طويلة بركناله على نجاح أغنية حبيت، الأغنية اللي عم تعمل نجاح وأرقام عالية جدا. اليوم بيسعدنا أن يكون موجود معنا بدبي، وأخيرا آخر مرة شفته لسعد أنا من 3-4 سنين، سعد رمضان النجم اللبناني، بدنا نقول لك أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك عمورة، ويا هلا بكل مستمعينك ومشاهدينك. بالفعل صرنا زمان ما التقينا، يمكن ظروف الكورونا صحيح. بس مش 3 سنين قبل، يعني من ايام الكورونا تقريبا، شي سنتين يعني تقريبا. سو انا دائما بنبسط لما اشوفك، ودائما انت بتعرف معزتك عندي قد ايه حبيبي. حبيت بعد عم تحصد نجاح، يعني هذا اللون اللي ما كنت انت متوقعه، ومثل ما حكيت لي انه لا خليني اسمعها، وراحت الاغنيه ورجعت اكثر من مره. اليوم بعد هذا النجاح، هل رح ترجع تفكر بأنه هيدا اللون أو اللون العراقي مثلاً اللي هو اليوم كتير هيت صح. إنك تقدم لأنه تبين إنك بتجيد هيدي اللهجة؟ يعني لا شك حبيت هي كانت بوابة أو باب من الأبواب اللي كنت عم فكر فيها بطريقة إنه نفوت على الخليج بشكل خليجي أكثر. حبيت كانت يعني خطوة حلوة، أنا شخصياً بحبها الأغنية، كل حدا سمعها كان بحبها، ولليوم بعد كل حدا بيسمعها بحبها، إن شاء الله بعد تاخد أكتر أكيد. لا شك الأغنية العراقية لا شك هي هدف لكل فنان اليوم، وهي هدف لكل عم نحكي تحديداً العراقية، يعني هدف لكل فنان لازم يكون عنده أغنية عراقية بالمجال الفني أكيد لا شك. وبنفس الوقت كمان الأغنية الخليجية، يعني كان الإماراتية أو السعودية أو قلت لي في انت كنت قلت لي في اغنيه خليجيه بالضبط بهالزياره رح هي كلمات محمد قاسمي والحان ابراهيم الغانم وتوزيع وليد سلطان. ان شاء الله هالاغنيه انا متفائل فيها كثير، وهي تحدي كثير كبير بالنسبه لي. يعني حبيت هي لهجه بيضاء، سو اسهل اكيد من اللهجه البيور خليجيه، سبيشلي انه الاغنيه الخليجيه اللي سجلتها هي بيور خليجيه، يعني كان ايقاع او كان الستايل او كان الكلام كل شيء فيها خليجي بامتياز. فإن شاء الله رب الناس تحبها. أنا عارف أنه بدك تنطر تعطي مجال لحبيت، ولكن خلال قديش ممكن أنه نسمع؟ as possible أكيد، مش يعني بركي شهر شهر ونص، وحتى في أكثر من عمل. هلأ من شوي كنت أنا والفنان فايز سعيد كنت عنده بالمكتب والتقينا، وكانت من أجمل الأعداد. يمكن حمدان فنان كتير كبير، هي حصري لإلك كمان، فكمان عم نشتغل على شيء أنا وأبو حمدان إن شاء الله. حلو. طيب سمعت أخبار أنا إنه بدهم يخلوك تمثل لك من مش من اليوم على فكرة، الخبرية صار لها يمكن 5-6 سنين، وكل 5-6 سنين كل من 5-6 سنين لهلا كل سنه بنعرض علي بطوله مسلسل بلبنان، بس بعد ما عم لاقي هالمسلسل اللي بحس للامانه، يعني بحس انه هذا حيكون اضافه لسعد رمضان، سبيشلي انه انا اول تجربه لي، بعد مش مجرب حالي. انا ما رح اقول لك انا ممثل، انا بالاخر مغني بحب التمثيل لا شك. اي بس بتذكرك بخلص الوقت يعني. بس الكليبات غير لا شك، غير كليا يعني. بحب الموضوع التمثيل، وبحب كل شيء خاصه بالفن انا اجمالا، بس لنلاقي الفرصة المضبوطة اللي هي بعتبرها إضافة مش مضيعة وقت. أغلبية العروضات اللي كانوا عم ينعرضوا علي ما كانوا يمكن مناسبين لي، أو ما حسيت رح يقدموا لي شيء، وبالفعل كل اللي رجع عاملهم من بعدي ما عملوا ما توفق فيه. هي أكيد تمثيل سيف ذو حدين صح، فأكيد يعني مثل ما عم تختار أغنياتك بإبرة وخيط صح، كمان بدك تختار الدور بإبرة وخيط. سبيشلي إنه أول خطوة، دايما أول خطوة هي أصعب خطوة، يا بتطلعك يا بتنزلك، سو لازم تكون كتير مدروسة أول خطوة دايما. في بنت من لبنان من يومين وقت اللي كنت عم أقول إنه سعد رمضان رح يكون بدبي، أمنتني أسألك سؤال إمتى رح أوكي شفت كيف؟ لا مش هي يعني أكثر من حدا، بس هي عن جد إمتى رح ترتبط؟ شوف أنا كنت بعلاقة 5 سنين ونص، وتركنا من شهرين تقريبا، سو I'm single جديد هلا. بتمنى إنه
انه ترجع هيك نفوت بعلاقه جديده جديه اكثر تتكلل بالزواج، وهالمره العلاقه الجاي لازم تكون تتكلل بالزواج، لانه ما بقى حتى لو ناقص شغله وحده منها مش لازم نفوت فيها. لازم ان شاء الله بتمنى. انا فكره الزواج على فكره ولا يوم من الايام راحت من راسي. انا عمري 24 سنه، بتعرف نحن بالضيعه 24 سنه عم عنس انت يعني اذا ما اخذت ومدام سوزان على طول كل يوم وستك كمان بالضبط، فالفكره موجوده وبراسي. بتمنى هيك قريبا نلتقى بالصبيه اللي نقدر نكمل حياتنا معها. اكيد شب حلو، شو بتكون احلى من هيك؟ يا رب الله يبعث لك كل خير حبيبي، وان شاء الله دائما هيك بنتابع اعمالك وبنحكي عن نجاحاتك، واكيد رح نكون بانتظار كل جديد لألك. سعد رمضان، شو بدك تقول لمستمعينك عبر أثير راديو الرابعة اللي دايما بيطلبوا أغنياتك؟ يعني أول شيء بوجه لهم تحية كتير كبيرة، ودايما أنا هيك بستمتع جدا أول شيء مع عمورة، وتانيا بي راديو الرابعة. بتمنى لكم كل التوفيق، وبتمنى لك توفيق حبيبي أبو السعود.